معاه عبد الله خالد. عاوزين نعرف يعني ايه الفكره اللي انتوا قمتوا بيها؟ هي رمز للشهداء عشان نفكر الناس بيهم، وده اول ده رمز اليوم عشان نفتكرهم ونعرف الناس اللي دي اول مطالبهم، وعشان خاطر المحاكمه الهزلية اللي حصلت وحكم الشعب الاعدام لمبارك واعوانه. اكمل بقى يعني قول لنا الفكره. الفكره ده مقبره للشهداء، الشهداء بتاع مصر كلهم مش حد بعينه، وده منصب تذكاري اليوم بنفكر الناس بيهم. يعني بوردك من مطالبنا اللي احنا عايزين نعيد المحاكمه من تاني، وعشان خاطر حق الشهيد، وعايزين مطالب الشهداء اللي هم كانوا بيطالبوا بقى واللي احنا لسه بنطالب بقى بردك، اللي لسه ما اتحققتش لغايه دلوقتي، بس هو ده مطالبنا. شكرا. عفوا. عاوز انت ام الشهيد؟ طيب بعد اذنك. ايه ام الشهيد؟ فين ام شهاب؟ شهاب مش عارف فين. هنا؟ شهاب.